السلام عليكم. أهلا، عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور، ازي أهلا حضرتك؟ بيكي يا خبيرة العلاقات الأسرية. أهلا بيكي يا دكتورة حنان. الله يخليك يا فندم، أهلا إزاي بحضرتك. حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور، أخبار حضرتك ايه؟ الموضوع بنتكلم لسه حضرتك طيب النهاردة أوي. في الست أو الراجل اللي بيخربوا البيوت، اللي بتبقى صديقة الست وتقعد تقدم لها نصايح ضالة ومضلة وتبقى حقودة ومليانة غل عشان تخلي بيوت كده خربانة بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. رأيك كيف المسألة دي يا دكتورة؟ والله يا دكتور ما اكثرهم دلوقتي الحقيقه، لان احنا اللي بتدخلهم، هو العيب مش فيهم خالص، هو صح العيب في المتلقي اللي حاسس ان هو ما عندوش القدره ان هو يحكم على نفسه ويحكم على ابعاد حياته ويحكم على الجو المحيط له، بيستسهل ان من غيره بيفكر له، نعم وبالتالي بيشيل دماغه ويخلي دماغه بدماغ ناس تانيه، نعم فهو الملوم. يعني الرجل هو المسؤول عن هذه المسألة، وكذلك أيضا الزوجة يا دكتورة حنان. بالظبط كده، ما هو المتلقي مين؟ ان انا اوريدي صحيح هي بتبقى نابعه من الثقه، انا بفتح لحضرتك عشان انا زي ما حضرتك قلت دلوقتي، في فرق كبير جدا ان انا اطلب من حضرتك استشاره لان انا مش قادره افكر، لكن القرار النهائي يبقى انا مش حد تاني، لازم القرار بتاعي النهائي يبقى انا على معطيات الامور كلها، لان انا اللي عايش وانا اللي مقتنع بوجود حياتي واولوياتي ايه. لعل اولوياتي دلوقتي ان انا استحمل جوزي اللي عنده بلاوي كتيره جدا عشان في ظروف معينه، اولادي او لليمت معين، وبعدين غير ان حد تاني يبقى لوحده وحاسس ان هو وصل للماكسيمم مش قادر يوصل يكمل، فهو اللي ياخد قراره، لان النفس البشريه دي نفس معقده جدا، يبقى كل واحد لازم بشخصيته هو اللي يحدد ظروفه ونمط حياته مش حد تاني. طيب دكتورة، ما حدش يعني اكيد ناس كتير بيسألوكي عن مسألة اللي الست اللي بتخرب البيت او الراجل اللي بيخرب البيت ده، كنت بتقولي لهم ايه؟ دكتور مين اللي بيدخل الانماط دي في حياتنا؟ مش انت او انا؟ يبقى انا صحيح المسؤوله مش هي المسؤوله. صحيح، هي لقت خميره، لقت جو محيط بده وعايشه فيه، او هو عايش فيه، او حتى الراجل ممكن يكون صديق الزوج، ان هو بيغير من الجو الهادئ او بيغير من نجاح الاستقرار او نجاح الاسره، او مريض او عنده انا لسه قايل من امكانيات شويه دكتوره كويسه. حنان ان في ناس بتحقد على نفسها لو ما لقتش حد تحقد عليه، للاسف الشديد والله في ناس هو كده ده اعداء النجاح باي شكل على طول. نعم ايوه يا دكتور، نعم فعلا القصه دي بمنتهى البساطه، زي ما دايما انا اقول الواحد هو علاج نفسه وحاكم نفسه، لازم يحط في دماغه ما بيفكرش لوحده، بس في فرق بين انا استشير بحد وفي فرق بين انا يعني اسلم حياتي كلها للي قدامي واخليه يمشي على النمط اللي انا ده، دي شخصيه طيب جهله مع دكتورة نفس حنان، استقرار. كنت عايز اسال حضرتك، اللي بتخرب البيوت دي، خربت البيوت دي شخصية مريضة فعلا وممكن تتعالج ولا صعب علاجها؟ لا بص يا دكتور، سبحان مقلب القلوب، هو انت هو احنا لسه بنقول النفس البشريه دي ممكن في انماط وفئات تعالج وفي انماط لا تعالج. طب ايه الانماط اللي تعالج والانماط اللي لا تعالج؟ الانماط اللي تعالج ان بيكون اوريدي قراراتهم ناتجه عن ظروف معينه محيطه مؤقته، يعني حصل لها صدمه، مكتئبه، ما عندهاش امان، والناس دي لما بنديها الامان وبنعرفها ان احنا قد كده احنا هنحتويك زي ما انت محتويانا، المود بتاعهم بيهدى خالص، زي الزوج زي الحما، ساعات الحما من كتر خوفها ان الراجل ده هياخد بنتها وان هيعمل بنتها وحش وانه هيستغلها وهياخد مرتبها وانه محدش هيدلعها غيره والكلام ده كله، تبقى شرسه. اول ما تحس ان ممكن بمنتهى البساطه بصبر الزوج ومعطائه ان هو يبقى معطاء على طول وهادي مستقر نفسيا، هي التون بتاعها بيهدى نفسه، فيبقى حاجه مؤقته. نعم ففي ناس تبقى حاجه مؤقته وفي ناس هوبليس كيس نو واي، ما الواحد يقوس بيقفل منهم عليهم يعني. نعم ويمشي. طبعا ما يقوس منهم، الواحد ما يكترش معاهم في حاجه لان طيب هو كده يا هياخد كل دكتورة ضغط حنان، النفسيه اللي باعتبار حضرتك خبيرة علاقات أسرية، قولي لنا نصيحة لكل الزوجات وطبعا اللي شايفين حضرتك دلوقتي ولكل الأزواج، ازاي نواجه مشكلة الست او الراجل اللي بيخرب بيوتنا، نعمل ايه ونتصرف ازاي؟ قولي لنا الدواء، قولي لنا الروشتة، قولي لنا العلاج، نعمل ايه؟ الروجيتا بمنتهى البساطة ان انا لازم اقعد مع نفسي بورقة وقلم واكتب واحد اتنين تلاتة انا عايزة ايه،
وواحد اتنين تلاتة انا مش عايزة ايه، وبالتالي انا اللي اقرر حياتي تبقى عاملة ازاي، واقفل على نفسي واشوف مخليش يعني اي حد يلعب بيا. واول ما احس دايما الـ سبحان مقلب القلوب ده بنقوله ساعات، تحس ان انت اللي قدامك ده ما عملكش حاجة بس انت مش مرتاح له، فدايما تستفسر قلبك اللي انت مش حاسس بيه اقفل عليه كروس، يعني مش لازم تقع في مصيبة علشان تعرف ان اللي قدامك خراب بيوت. اول ما تحس انك مش مرتاح له خلاص ما تدخلوش حياتك، وانت اللي تقرر بنفسك بس خلاص. ده صحيح. شكرا جزيلا يا دكتورة حنان على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه وتعلمنا منه. الدكتورة حنان بتنبهنا يا جماعة ان احنا نخلي بالنا جدا من بيوتنا، كل زوجة يا ريت تمسك لسانها ولا تنطق الا بخير،